الشباب هم الوقود الذي يدفع عجلة الأمم إلى الأمام. على أكتافهم تنهض، وبسواعدهم الفتية يدفعون عجلتها لتكون سباقة بين الأمم. رجال اليوم وبناة المستقبل، على خطاهم تسير الأجيال الناشئة، هم أداة التغيير. في الحقيقة هذا شيء إبداعي، أنا من وجهة نظري كرئيس جامعة عندما أنظر إلى الظروف وأنظر إلى إنجاز طلابنا وإبداعاتهم ومشاريع تخرجون بهذا الشكل، فأنا كثير مرتاح. وأنا طبعاً هذا الأمر دائماً بوصل رسالة أنه نحن إن شاء الله وتعالى طلابنا رح يكونوا فخر لمجتمعاتهم، يخدموا المجتمع ويقدموا له النفع، ومن خلال مواصلت ومواكبة الجامعة واهتمامها فيهم ومنظمات داعمة في هذا المجال. فكرة مشروعنا عربي روبوتية متقدمة تقوم بتنفيذ مهام إنسانية في المناطق الكوارث صعبة الوصول. العربي يتم التحكم فيها عن بعد بواسطة جويستيك، الغاية منها هي وقائية حتى ما نستخدم النفس البشرية ونحفظ أهلنا بعد ما مرينا بصعوبات كثيرة بهالحرب الطويلة وهالتشريد وهالتهجير يلي صار. تحوي على نظام متكامل، نظام ميكاترونيكس متكامل، تم تطبيق فيها جزء من علم الميكانيك وعلم الكهرباء وعلم البرمجة وعلم الإلكترون. واجهتنا عدة صعوبات في ربط هذا الروبوت، فيحتوي هذا الروبوت على عدة مكونات متطورة ويحتاج إلى مكونات عدة لم تكن متوفرة في هذه المناطق، فاضطرنا إلى استيراد من مناطق مجاورة أو من أماكن بعيدة، وكذلك احتجنا إلى طباعة الذراع بطابعة 3D التي لم تتأمن إلا في الآونة الأخيرة من المشروع، والحمد لله تم برمجته بطرق متقدمة وبالخوارزميات التي تعلمناها في جامعة حلب، وبالإضافة إلى طرق التحكم ومنهجيات التحكم المتقدمة التي طبقناها من الشكل النظري إلى الشكل العملي. أتوجه بالشكر لجامعة حلب في المناطق المحررة ولكوادرها التدريسية اللي كانوا خير عون لنا في المشوار الصعب، وما ننسى دور مؤسسة ميداد يلي ساهمت بشكل كبير في المخابر وما توقفت عند المخابر وإنما كانت دعم في مشروع التخرج كمان. انطلقت فكرة مشروعنا بعد قيامنا بعمل دراسي للسوق، وجدنا عدم توفر آلية لخلط الألوان واعتماد الفنيين على عمليات الخلط اليدوي والخلط التجريبي، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الدقة في إنتاج الألوان المطلوبة. أهم التحديات التي واجهتنا في إنتاج هذا المشروع هي صعوبة الحصول على المعلومات وعدم وجود المراجع الكافية، أيضا عدم وجود منتج مشابه لهذا المشروع، الأمر الذي اضطرنا إلى تصميم بعض القطع وطباعتها يدويا. تقوم هذه الآلة باعتماد نظام CMYK كنظام لوني. بداية يقوم المستخدم بالتقاط اللون المطلوب عن طريق كاميرا الهاتف الجوال وارسال هذه الصورة إلى الحاسب. بعد استقبال المتحكم للبيانات يقوم بأمر بإرسال الأوامر للمشغلات الطرفية المحركات والمضخات فتقوم المشغلات بسحب الصباغ من الخزانات وإرسال الصباغ إلى حجرة الخلط. بعد مزج الخلائط ينتج اللون بالكمية المطلوبة، يرسل هذا اللون إلى حجرة الطلاء ليقوم فرض الطلاء ببخ هذا اللون على مساحة العمل. طبعا لا ننسى دور مؤسسة ميداد اللي قامت بدعم العملية التعليمية للطلاب بالمنح الدراسية، بمنح الدعم للطلاب ماليا ودعم المخابر للكليات الهندسية، وقامت بدعم مشاريع التخرج بتأمين المصاريف المالية للطلاب. فكرة مشروعنا انطلقت من كوني بشتغل مشفى عظمية وشفت معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع الكراسي العادية، لذلك قررنا نطور الكرسي العادي لكرسي كهربائي متعدد أنظمة التحكم بكلفة منخفضة وبيخدم أكبر عدد من الأشخاص. ومن أنظمة التحكم اللي ضفناها نظام التحكم اليدوي ونظام التحكم عن بعد ونظام التحكم بالصوت، واللي بيميز مشروعنا عن الكراسي الكهربائية الجاهزة وجود حساسات منع تصادم.
ومن العقبات التي واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع عدم وجود وتوفر القطع في الشمال السوري المحرر، حيث اضطررنا إلى استيرادها من الدول المجاورة. والعقبة الأخرى التي واجهتنا أيضا في تنفيذ المشروع عدم الكفاءة في تصنيع وتنفيذ الهيكل الميكانيكي للمشروع أيضا. والعقبة الثالثة عدم وجود الدار الملائمة للترشيح الخاصة بنظام التحكم الصوتي. تم تصميم الكرسي ليمشي بالأماكن السهلة لمدة 3 ساعات، بالأماكن الوعرة لمدة ساعتين، بوزن مريض 90 كيلو. نحن ردنا بمشروعنا نحول دراستنا لخدمة مجتمعنا وخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم فقد ثنائي أو رباعي الأطراف. ونحن فخورين بوجود مؤسسات تدعم هيك مشاريع مثل مؤسسة تعليم بلا حدود مداد بالتنسيق مع رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة. لاحظنا وجود العديد من الحالات التي تستوجب كراسي العجزة فيما بعد العمل الجراحي، ومن خلال كرسي العجزة الذي قدمه مجموعة من طلاب كلية الهندسة ميكاترونيكس في جامعة حلب الحرة، لاحظنا قدرة وفعالية هذا الكرسي على أو قدرة المريض على التحكم بهذا الكرسي من خلال الصوت، من خلال التحكم عن بعد. نحن كمنظمة إنسانية ندعم الكفاءات العلمية الموجودة في الداخل السوري التي من الممكن أن تغنينا عن استيراد الكثير من الصناعات الخارجية. كوني عم أشتغل بالصناعة لقيت حاجة السوق لخطوط الإنتاج، وجدنا فكرة خط إنتاج مصغر لتبرز قدرة المهندس في جامعة حلب الحرة على تطوير خطوط الإنتاج الصناعية في المدينة الصناعية وتنويه الصناعيين لإمكانية تصنيع الآلات محلياً بتكلفة أقل وبجودة أكبر وزيادة فرص عمل جديدة في سوق العمل. مشروعنا هو عبارة عن خط إنتاج مخبري. تألف هذا الخط من قسمين، قسم التعبئة وقسم الإغلاق. آلية عمل هذا الخط، نضع العبوة في البداية ثم يعمل الخط حتى تصل العبوة إلى مكان تعبئة السائل، بعد ذلك تنتقل العبوة إلى مكان الإغلاق ثم إلى مكان التجميع. معوقات فقر الصناعة لعدد من الآلات التي تعطي دقة في تصنيع قطع الميكانيكية لازمة لإنتاج خطوط الإنتاج وعدم توفرها، فاضطرينا لتصميم القطع بواسطة برامج 3D وتصميمها بماكينات CNC. هالشيء أكل معنا وقت زيادة. بالنسبة لتطوير نواحي تطوير المشروع، ممكن إضافة أقسام أخرى مثل التأريخ ومثل التعقيم والفلترة وإضافة أجهزة خلط لخلط السوائل وتصنيع سوائل أخرى غير الماء. وأخيراً وليس آخراً، على الشباب أن يؤمنوا بأنهم أصحاب رسالة يخدمون بها دينهم ووطنهم وأمتهم، وأن هناك حياة خالدة سرمدية بانتظارهم، فبإيمانهم سيزيد نشاطهم وعزمهم، وسيكون لهم حتماً جواب غير جواب الظالمين أنفسهم عندما تسألهم الملائكة فيما كنتم؟